محمد نور الفتح، مدير ثانوية الفارابي التأهيلية بمديرية سعين سبع الحي المحمدي، أكاديمية جهة الدار البيضاء الكبرى. عندي استعدادات للامتحان، الحمد لله نحن على مشارف النهاية، لأن العمل دائما خص يكون استباقي، فالحمد لله بمجهود الفريق، بمجهود المديرية، بمجهود جنود الغفاء لإخوان الأكاديمية كيمدونا في الوقت المناسب بما هو لازم للامتحان. فهذه الأمور الحمد لله هذا العام كنشكر الله أنها نزلت قبل الوقت بشكل كافي للتهيئ. فالآن الحمد لله على مستوى التشوير راكم شفتوا، هيئنا التشوير كامل، القاعات هيئنا كل قاعة بالعدد اللي فيها، والعدد كيتراوح ما بين 10 و 12 مترشح على أبعد تقدير، والقاعات متسعة والحمد لله كافية لهذه المسائل، لاعتبار الفرق يعني اللي خصه يبقى بين المترشح والمترشح هو كافٍ أكثر من متر بكثير، لا من حيث الأمام لا من حيث الجنب. الاستعدادات على مستوى المديرية وعدتنا بأن الأمور غتكون كلها متوفرة إن شاء الله من حيث التعقيم، من حيث الأدوات يعني الكمامات إلى آخره، ولهذا فإننا لم يبقى لنا إلا أن نستقبل الامتحان إن شاء الله تعالى في أحسن الظروف. الآن المرحلة اللي وقفت عليها اليوم إن شاء الله تعالى مقبل بإذن الله غدا على عقد اجتماع مع الإخوان المكلفين بإجراء الامتحان، فهناك تهيئ كافي للاجتماع، يعني ما ورد في المذكرات، ما ورد في دليل المكلف بالإجراء سيشرح إن شاء الله تعالى بإسهاب، سنناقش الإخوان، سنأخذ آراءهم ليكون العمل إن شاء الله تشاركي بيننا وبينهم على أساس تمر الظروف أحسن الأحوال. بالنسبة للاستدعاءات الحمد لله موجودة، بالنسبة لما يهم الأيام الثلاث الامتحان كما قلت لكم في إطار عمل استباقي، فالحمد لله فكل متوفر، سواء منه تتبع الغياب، لأن بالمناسبة الفارابي تضم مترشحي الاقتصاد وعلوم التدبير المحاسباتي، فهيئنا أمورنا ما يخص اليوم الأول صباحا، ما يخص اليوم الثاني الأول مساء، من كل الأمور يعني سواء منها الأساتذة المكلفون بالإجراء نزل الحراسة، سواء منه الغياب لأنه يعني يطلب منا في حينه، سواء منه دليل الملاحظ، لأنه اليوم الأول سنسلم للأخ أو الأخت التي ستكون معنا إن شاء الله تعالى متتبعة، تقرر الأستاذ المداوم، محضر فتح الظرف والتي رأيتم القاعة الكبيرة التي هي مهيئة لهذا الأمر، ثم هناك كذلك محضر إغلاق الأظرفة الذي يثبت بأن الإخوان وقفوا على العملية كلها من أولها إلى آخرها، تقرير الأستاذ الملاحظ المصاحبي لنا، ثم هناك هذه ما الوثيقة التي تثبت بأننا سلمنا وتسلمنا من المديرية الأوراق الأظرفة اللي هي أظرفة الامتحانات إن شاء الله. فالحمد لله كما قلت لكم يعني هذا الاستباق ديال العمل يعني من قبل وإرسال المهام في الوقت يعني نفعنا كثير، فأننا الحمد لله الآن موجودين، ودائما وأبدا مرجعنا ونحتكم إلى مقرر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فهذا دفتر المساطر الذي نقرأه ونعيد قراءته، وحاولنا إن شاء الله تعالى تطبيق ما ورد فيه حرفيا. طيب شكرا على التوضيحات. على المستوى اكيد انه دابا شفنا واحد مجموعه ديال يعني الاستعدادات على المستوى الاداري وكذا الى اخره، ولكن على المستوى الصحي واش كاين يعني واش كاين شي مذكره ولا شي ورقه نزلت من وزاره الصحه بعلاقتها بوزاره التربيه، يعني وصلكم انتم شي حاجه في هذا المجال؟ بطبيعه الحال دائما هناك تنسيق تام بين الوزارات، يعني فاحنا الان يعني وزارتنا الوصيه بطبيعه الحال يعني جهد يعني مبذول يعني سواء على مستوى السمعي والبصري إلى آخره،
ولقاءاتنا دائما يعني متجده بشكل تقريبا اكثر من مره في الاسبوع مع المديريه حول الموضوع نفسه. الاخوان ديال وزاره الصحه كذلك يعني احنا على اتصال. وزاره الداخليه كذلك كنشكروها من هذا المنبر، لان في هذا الاسبوع هذا جات لجنه فيها ما يربو عن 19 افراد. فهاد الاخوان طبيعه الحال من كل يعني كل يمثل جهته، فمن بينهم كما قلتم الصحه والمطار رجال المطافئ كذا كذا الى اخره. يعني اشكر الجميع اللي حضروا وكلهم سهروا، واخر ما كان عمليه مشكورين عليها هو ان المؤسسه نقوها يعني من الازبال والتشديد الى اخره، يعني بمعنى ان العمل يعني طبيعه الحال كاين تنسيق. فرسالتي للتلامذي، وانا على اتصال بهم دائما بشكل دائم، لان الان هذا غادي راه التلامذ يعني سيثبتون ما نقول، هو اننا دائما كنا على اتصال بهم سواء على مستوى الدراسه. الاساتذه كلهم عن بعد مشكورين من هذا المنبر، واضفنا والحمد لله هذه ميزه ساهم فيها كل من يعني الفارابي كمؤسسه، ومن جهتها يعني المديريه شخص سيدة المديرة الإقليمية مشكورة جزاها الله خير، والأخ يعني مزيان نور الدين. أشنو عملنا؟ فكان يعني بالنسبة للفارابي التنمية الذاتية، أستاذة التنمية الذاتية عائشة الوهبي، كنا نرسل دائما كبسولات للتلاميذ عبر الأساتذة، كلها موضوعها هو يعني أن التلميذ يجب أن يعمل في ظروف هادئة، ظروف جيدة، يتعلم كيف يقرأ، كيف يستريح، كيف يتهيأ للامتحان. فكان هذا يعني رسالة مرئية للتلامذ ديالنا، ونيابتنا يعني مديريتنا كذلك يعني استدعت أطباء، استدعت أساتذة مختصين في الموضوع. الغرض الأساسي منه هو أن كيف للتلميذ أن يجتاز هذا الظرف في أحسن الأحوال. يعني والحمد لله الظروف إلى حد ساعة مهيئة، يعني كيبقى أن اللي علينا درناه يعني نحن كمسؤولين، والتلامذة هما يعني راه في جهدهم الخاص يعني أكيد أنهم يعملون، والبقية الله سبحانه وتعالى يفرح الجميع بما في ذلك الآباء بنتيجة اللي غادي تلج الصدر إن شاء الله تعالى. وهو المنتظر. شكرا أستاذ. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.